أبو شعر تفاجئهم، وأول ظهور للعروس نارين بعد الخطوبة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع علينا أبو شعر اللي شاركت اليوم مجموعة من الاستريات على صفحتها بالإنستغرام. علقت لين على إحدى هذه الاستريات إنه اليوم قصتنا الإنفلونسر التركية عايشة بسويسرا، حبيبها تقدم لها وطلب إيدها برحلة هليكوبتر. وكشفت لين إنه كل ردود الجمهور والتعليقات تركزت على حجم الخاتم إنه صغير، وإنه هي معاملة أظافرها. وأضافت لين ستوري آخر علقت عليه إنه نحن صرنا بوقت غريب بكفي، طلع قد كلامه تقدم لها ويمكن وضعه المادي مش كتير بيسمح له يجيب خاتم أكبر، وأهم شيء إنها مبسوطة بتحبه. نمر إلى سيدرا بيوتي اللي اتفاعلت بمجموعة من الاستوريات، كانوا بالقرية العالمية وكان هذا أول ظهور للعروس نارين بعد خطبتها.